وللحديث أكثر حول هذا الموضوع سرنا أن يكون معنا في مركز الأخبار سعادة النائب أحمد السلوم عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس رحب فيك سعادة النائب يا هلا مرحبا يعني بداية لو تحدثنا عن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجال إقرار المشاريع والقرارات المتعلقة بالاقتصاد الوطني أو بتنويع الاقتصاد في البدايه طبعا احب اشكركم على هذه الاستضافه وطبعا احنا بفضل من الله سبحانه وتعالى هذه الانجازات والجهود والاعمال تحققت خلال فصل التشريع الخامس طبعا جاءت بفضل الرعايه الملكيه الساميه من حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه وايضا بدعم وتوجيهات من سمو ولي العهد الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وكان في نصها ضروره التعاون ما بين الوزارات والسلطه التشريعيه ومن خلال الفصل الخامس نقدر نترجم هذه يعني التوجيهات أن شلون تم تطبيقها وشون صارت وشنو انجزت ان احنا بفضل من الله سبحانه وتعالى انجزنا 47 مرسوم بقانون وايضا 156 مشروع بقانون و63 اقتراح بقانون و539 اقتراح برقبه و330 سؤال برلماني تم عرضها في 114 جلسه وثلاث جلسات استثنائيه وهذه الاجتماعات كلها لو ما كان في تعاون كبير من الحكومه وتقبل خصوصا في ظل وجود الجائحه اللي صارت جائحه الكورونا وصعوبه انه يكون في اجتماعات ولقاءات كان ما تحققت هذه الارقام وهذه المشاريع اللي تم تحقيقها. نعم صارت و... ناب يعني اهم المراسيم وال... والمشروعات اللي تم اقرارها. آه طبعا احنا مثل ما تكلمنا على الارقام اللي شفتها فيها كثير احنا آه. بناخذ ال... ال... نختصر الاكثر يعني ما نبي نظلم الباقي لا. احنا طبعا كان عندنا مرسوم بشان قانون التعطل كان عندنا مشروع قانون مشروع قانون البيئه البحريه كان عندنا تحصيل قانون تحصيل البنيه التحتيه وتطوير البنيه التحتيه وتخفيضه كان عندنا قانون احتياط الاجيال وقانون الضمان الاجتماعي كان عندنا بعض تعديل احكام السلطه التشريعيه كان عندنا ايضا قانون اثبات المواد المدنيه والتجاريه كان عندنا ايضا قانون الشركات التجاريه الصادره المرسوم، يعني كان عندنا ايضا قانون التعطل اللي تم سحبه واستخدمناه في جائحه الكورونا، نعم. عندنا تعديل بعض احكام قانون الشركات، آه التصرف بجزء من احتياطي الاجيال، هاي كلها قوانين، آه في كان قانون الافلاس واعاده تنظيمه، يعني كل هذه قوانين ومراسيم تم العمل فيها في الاربع سنوات الماضيه وكانت كلها تصب في مصلحه الاقتصاد، الاقتصاد الوطني وتمييزه وانه يكون له تحفيز اكثر ويكون له يعني استقرار اكثر في ظل الجائحه اللي صارت في ذاك الوقت. نعم، بمناسبه الجائحه يعني ما هو دور المجلس فيها؟ كيف يعني ما هي القرارات اللي تم اتخاذها ودور المجلس خلال الجائحه عموما يعني؟ طبعا مجلس النواب يعني في هذا الدور كان طبعا يعني احنا نقول ونقول لسوء الحظ لان احنا الحمد لله بفضل تكاتف الجميع والحكومه حولنا هذه التحديات لانجازات لا شفناها بالتعاون مع الحكومه فكان دور المجلس كان له دور كبير في التعاون مع الحكومه في اطلاق اول حزمه ماليه وهذه كانت الحزمه الماليه تحتاج كثير من القوانين لتعدل منها انك احنا نحتاج ناخذ ميزانيه من احتياط الاجيال منها كنا نحتاج ناخذ ميزانيه من التعطل منها كان في بعض التعديلات اللي هي تطمح للمرحله القادمه اللي كنا احنا نعانيها في وقت وجود جائحه الكورونا ايضا كان لنا دور في وضع الاستراتيجيه الجديده وخطه التعافي الاقتصادي واللي من دورها ايضا في تعديل كثير من الامور القانونيه والتشريعيه اللي عملنا فيها في الفصل الاخير مع الحكومه ونجحنا فيها في كثير منها اللي كان له دور في اعاده البوصله واعاده الاقتصاد البحريني واللي احنا شفنا اليوم معدلات النمو ومعدلات البطاله يعني قاعده تقل والناس اللي كانت في مخاوف انها تفقد وظائفها تمت في وظائفها نعم. في شركات جديده في نمو معدلات قاعده تصير آآ البحرين آآ يعني تصنيفها الائتماني ارتفع مره ثانيه م. الخطط اللي تم التعاون فيها مع الحكومه واللي سويناها كلها عكست مدى التعاون والدور اللي كان ما نعم. بين المجلس التشريعي والحكومه في ظل جائحه الكورونا نعم سعاده النائب احمد سلوم عضو مجلس النواب رئيس اللجنه الماليه والاقتصاديه بالمجلس شكرا جزيلا لك شكرا شكرا لحضورك